سيد أمير الموسوي في التحقيقات التي كنتم تقولون بها أنه الآن لديكم قائمة من 17 شخص متهمين بقتل سليماني والمهندس، هذه التحقيقات هل هي تحقيقات عراقية؟ هل توصلتم إلى هذه الحقائق بناء على معطيات حقيقية ثابتة؟ وما هي هذه الشخصيات؟ هل هي قيادية أمنية سياسية عسكرية؟ فقط إشارة بسيطة، أولا منظمة شانغهاي لم تشترط على إيران أبدا في موضوع المنطقة، يعني المفاوضات الإيرانية السعودية فشلت في المفاوضات الرابعة، وجهود السيد مصطفى الكاظمي لإعادة السعودية للمفاوضات الخامسة مميزة وغير مرتبطة بما حصل في شانغهاي. هناك يعني كان تعول سعودي على أن تحصل ضربة أمريكية إسرائيلية قريبة، نعم. فقطعت المفاوضات وتمنت أن يحصل مستجد لتبدأ ثانية وإيران ضعيفة، لذا الآن ارتأت أن إيران متقدمة في فيينا ستعود للمفاوضات. إذن ليس ارتباط أبدا، ليس مرتبط هذا الموضوع بشانغهاي. شانغهاي مقبولة، إيران قبلوا إيران وشروطها ودخلت بقوة إلى شانغهاي مع مجيء السيد إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة. النقطة الثانية في الحقيقة أن إيران هزمت، ما أعرف إيش، هناك أشخاص، هناك بعض الشخصيات في العراق فشلوا، وهذه ديمقراطية، عليهم أن يعيدون حساباتهم. لكن انظر إلى مخرجات العملية السياسية، يعني إذا بقي الاحتلال الأمريكي إيران يعني حقيقة تقوقعت في العراق أو في المنطقة. إذا حصلت أشياء بهذه المعاني الاستراتيجية الكبيرة هناك يمكن لك أن تحكم، لكن أنا أعتقد ما حصل في الانتخابات هو انتصار لمحور المقاومة، يدل على أن الشعب العراقي قويا وملتزما بمرجعيته ومقاومته وحشده كذلك. فلذا أنا أعتقد هذا الأمر مسلم به، ونتمنى أن يبقى هذا الأمر عزة للعراق واستقلاليته وسيادته. في موضوع يعني التحقيقات مهمة جدا قضائية. بعد زيارة السيد رئيسي نقدر تعطينا ملامح فد شيء أستاذ أمير عن هذه الشخصيات، وهل هذه يعني ستقدم للقضاء العراقي؟ نعم، الآن هو في دور التحقيقات، يعني بعضهم محجوز، بعضهم هرب خارج العراق، وأعتقد شخص أو شخصين داخل السفارة الأمريكية مختبئين، ويعني لجأوا إلى السفارة الأمريكية. القضاء العراقي والجهات الأمنية العراقية ماذا يعملون هؤلاء؟ يعني سيد الموسوي شو يشتغلون؟ يعني في بعضهم في الأجهزة الأمنية، بعضهم في المطار، بعضهم في مؤسسات سياسية، وبعضهم يعني رجال عاديين لكن لديهم سلطات مالية كبيرة. هؤلاء متورطون، والقضاء العراقي والأجهزة الأمنية تعاونت بكل طيب وبكل مرونة مع الجانب الإيراني، والجانب الإيراني راضي جدا من هذا التعاون. أنا أشكرك سيد أمير الموسوي. مشاهدي الكرام، السيد أمير الموسوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران.